هذا وأعرب غوتيريش عن امتنانه لمصر حكومة وشعبا على الجهد المبذول لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضح غوتيريش أن مصر هي العمود الفقري في توفير الأمل لأهالي القطاع. وأريد أن أعبر بامتناني الخالص للشعب وحكومة مصرية. هي مصر هي العمود الأساسي التي سيوفر الأمل لهذا الجانب والأمل لنقل الشاحنات لدعم الشعب. وأنا غيث الطعام، مساعدات الطعام ومساعدات إنقاذ الحياة ستنتقل أيضا للشعب، للناس الذين يحتاجونهم.